اهلا بيكم كل اولادنا طلبه الصف الاول الثانوي. دلوقتي ميعادنا مع الجزء الثاني من درسنا الثاني، درس الحياه الاقتصاديه الموجود في الوحده الاولى، او عفوا الوحده الثانيه اللي هي بعنوان الحضاره المصريه القديمه او الفرعونيه. النهارده هنتابع مع بعض الجزء الثاني من درسنا الحياه الاقتصاديه اللي بيتضمن الزراعه والصناعه والتجاره والتواصل الاقتصادي مع بلاد افريقيا. نتابع مع بعض ونكمل كلامنا اللي بداناه في الجزء الاول. زي ما الزراعه كانت مهمه، الصناعة كمان كانت مهمة. تعالوا دلوقتي نتعرف على الصناعة في مصر القديمة. المصري القديم استغل كل الموارد اللي ربنا عطاها له في مصر، الموارد الطبيعية، واستخدمها في الصناعة وصنع منها حضارة عظيمة جدا. يعني هتلاقي مثلا المصري القديم استغل الأخشاب والأحجار والمعادن. طيب تعالوا نتكلم أول حاجة على الصانع المصري. ما ينفعش نتكلم على الصناعات اللي صنعها غير لما نتكلم على الصانع المصري في الأول. المصري أحبائي كان بيورث الصناعة بتاعته من أبوه أو جده. يعني الأب مثلا بيبقى عنده متعلم صنعة فبيعلمها لابنه وبيعلمها كمان لحفيده، والابن ده يورثها لأولاده وأحفاده وهكذا. وده خلى المصري القديم يتقن هذه الحرف، لأن الحرفة هو ورثها أبا عن جده وبيبتدي كمان يطورها من جيل لجيل. فضل المصري القديم يطور الحرفة بتاعته لغاية لما وصلت كفاءته لحد الإتقان، بقى بيرفكت، بقى راجل 10 على 10 في حرفة الصناعة. طب انت ليه بقيت ممتاز وصلت خبرتك في الصناعة لحد الاتقان؟ بنشوف ده في المتاحف والمعارض بتاعة الاثار الفرعونية. شوفوا تماثيلهم وشوفوا اثارهم والتوابيت والحلي بتاعتهم والاساس بتاعهم، حاجة عظيمة جدا. ايه ده، انت وصلت يا فرعوني يا مصري يا قديم لحد الاتقان بسبب ايه؟ قال لي والله لان انا مع الخبرة عرفت اسرار المواد الخام اللي بستخدمها. يعني انت دلوقتي لما تجيب صنايعي في بيتك، تلاقي لو جبت مثلا واحد، تلاقي الراجل ده مثلا لو ضعيف هتلاقي شغله مش هيعجبك فجأة، وممكن يكلفك فلوس كتير قوي. فجأة لو جبت واحد تاني، الراجل ده تلاقي شغله 10 على 10 ومكلفكش نص الاولاني. تقول له انت ازاي بتاخد مثلا مصنعية قليلة وخامات قليلة؟ قال لي لا، انا بخبرتي بعرف استخدم انهي مادة خام وبعمل بها ايه، فبطلع بها المنتج بتاعي صح، لان انا خبرتي عالية عكس التاني لسه بيتعلم وبيتدرب فيا. فهنا بنلاقي المصري القديم مع مرور الزمن ابتدى يعرف اسرار المواد الخام اللي يستخدمها وعرف خصائصها، فبالتالي وصلت مهارته في الصناعه لحد الاتقان. طب الدليل على اتقان الصناعه ايه؟ كل الثروات اللي موجوده في المتاحف المصريه والاثار بتاعتنا ده دليل على تقدمهم في الصناعه. طيب هنكتفي بكده؟ لا، تعالوا نشوف لسه كلامنا على الصناعه مستمر. الصناعه ما وقفتش عند الصنع المصري وبس. الصناعة لقينا الدولة كمان بتهتم بالصناعة، زي ما اهتمت بالزراعة اهتمت الدولة بالصناعة. والدليل على كده ان الدولة اهتمت باستخراج المعادن. يعني الدولة كانت بتبعت بعثات تدور على المعادن في كل مكان في الصحاري بتاعت مصر. مش بس كده، دي الدولة ابتدت كمان توفر الامن والحماية لبعثات التعدين. يعني ناس رايحين يطلعوا معادن من الصحراء، الدولة بتبعت معاهم قوات تحميهم وتعرف ان استخراج المعادن ده تحت اشراف الدولة. ده بالنسبة للصناعة. يبقى الدولة استخرجت المواد الخام زي المعادن عشان تساهم في الصناعة، وفي نفس الوقت وفروا الامن والامان لبعثات التعدين في الصحراء. مش بس كده، بنلاقي كمان ان الملوك نفسهم كانوا بيتفخروا بعدالتهم مع العمال. يعني ايه؟ يعني تلاقي العامل مثلا الملك كلفه ببناء حاجة معينة، فالملك ما كانش يسخر العامل ده. يعني كان ما كانش، يعني في ناس تفتري يقول لك انا راجل قوي فانت هتشتغل عندي بس مش هديك فلوس بعد الشغل. لا، الملك كان حريص ان هو يدي العامل حقه ويمنع عنه السخره. ده مش بس كده، طب هو ما كانش فيه عمله عند الفراعنه، كنت بتدي له اجره ازاي؟ قال لك احنا كنا بنديها له على شكل مخصصات عينيه. يعني ايه حاجات عينيه؟ يعني حاجات انت تعينها، حاجات ماديه ملموسه. يعني انت عامل ساهمت في بناء القصر الجميل ده او المبنى الجميل ده او المعبد الجميل اللي انت شايفه ده مثلا، انا هديك مثلا مكافأة كمرتب ليك على تعبك، انت اشتغلت في الشغل ده سنة هتاخد مثلا بقرتين كمكافأة، يبقى دي مخصصات عينية، او هتاخد مثلا 20 شوال قمح او 20 شوال رز. فهنا المصري القديم كان الصناعة بالنسبة له حاجة مهمة، عشان كده الملوك كمان احترموا الصناعة دي. يبقى هنا بيقول للدولة لعبت دور مهم قوي في تنمية الصناعة. ما تيجي نتكلم على اهم الصناعات في مصر القديمة. احبائي عندنا انواع كتيرة من الصناعات اللي صنعها المصري القديم، ونبدأ باقدم واول الصناعات اللي هي الصناعات الحجرية. طيب هو ليه الصناعات الحجرية اقدم صناعة عند المصري القديم؟ لان زمان المصري القديم قبل ما ينزل عند نهر النيل كان اصلا عايش في الهضبة، في الاماكن اللي فيها هضاب وصخور،
فأول أداة استخدمها وحاول يطوعها ويعمل منها أدواته كانت هي الحجارة. بعد كده لما نزل عند نهر النيل ابتدى يستخدم أدوات تانية، وفي نفس الوقت برضه حافظ على استخدامه للحجارة، لأن هيعرف أهمية الحجارة دي اللي هي استخدمها في صناعة التماثيل زي ما شايفين التمثال اللي قدامنا والأواني الحجرية بتاعته والتوابيت اللي هي في البداية كانت بتتصنع من حجر. يبقى التابوت كان هيتصنع من حجر، وبعد كده هنشوف التابوت كمان هيتصنع من خشب، التابوت اللي هو الصندوق بتاع الميت. دي أول صناعة. تاني صناعة عرفها المصري القديم هي الصناعات الفخارية، ودي عرفها لما نزل عند نهر النيل، لأن الفخار ده اللي هو الطين ابتدى يستخدم الطين أو الفخار لصناعة الأواني والتماثيل. برضو كان في تماثيل بتتصنع من الفخار والأواني زي ما انتوا شايفين كده، وكمان استخدم الطين في صناعة الطوب اللبن اللي هو كان بيصنع منه البيوت بتاعته. ثالث صناعة عرفها المصري القديم ودي الصناعات الزجاجية، ودي عرفها من خلال وجود الرمال الناعمة في مصر في الصحاري المصرية، بالتحديد الرمال البيضاء المنتشرة في الصحاري. على فكرة الشعب المصري هو أول شعب صنع الزجاج في التاريخ، احنا سبقنا العالم كله في معرفة الزجاج، بعد كده البلاد التانية ابتدت تاخد الصناعة دي وتعرفها وتقلدها من المصريين القدماء. أما الصناعة الرابعة فكانت بتتمثل في الصناعات المعدنية. المصري القديم استخدم المعادن، وزي ما قلنا ان الملوك اهتموا بالصناعة لدرجة ان هم ذهبوا للتنقيب عن المعادن، وكان اكتر الاماكن اللي بيطلعوا منها معادن سينا. عشان كده بنلاقي المصري القديم اظهر براعة في الصناعات المعدنية، يمكن اشهر صناعة صناعة الذهب، لان المصري القديم اكتشف كميات كبيرة من مناجم الذهب في البحر الاحمر، والدليل ان هم دلوقتي فيه تقريبا 90 منجم ذهب فاضي. راحوا فين دول؟ الفراعنة استخرجوا ده كله وعملوا منهم الصناعات الذهبية الشهيرة. يمكن كان أشهر معدنين في مصر الذهب والفضة. الفضة زمان عند الفراعنة كان أغلى من الذهب لأنه كان نادر، الذهب على أيامهم كان رخيص، عشان كده تلاقيهم صنعوا كل حاجة من الذهب. زي الصورة اللي قدامنا دي صورة للقناع بتاع الملك العظيم توت عنخ آمون، وعظمة الملك ده في الآثار اللي سابها، لقيوا المقبرة بتاعته كاملة وكل منتجاتها ذهب، بتدل على التقدم اللي وصل له المصريين القدماء في الفن والصناعة. عشان كده بيقول لك الذهب اظهر فيه المصريين القدماء براعه منقطعه النظير في استعماله. صنعوا منه ايه؟ الحلي، ادوات الزينه بتاعتهم، الحلي، العقود والاساور اللي بيلبسوها في ايدهم والاقراط اللي هي الحلقان. مش بس كده، ابتدوا يطلبوا بيه الاواني بتاعتهم بتتصنع من الذهب، والتوابيت، صناديق الموتى، صندوق توت عنخ امون كان مطلب الذهب وبيلونه على الذهب، الاقنعه زي اقناع توت عنخ امون، تيجان الملوك بتتصنع من الذهب. عشان كده الذهب كان معدن مهم جدا عندهم، وكان بيدل على تقدم وجمال الصناعة المصرية. تاني عنصر الفضة، وده كان استخدامها محدود لأنها كانت نادرة، ما اكتشفوهاش بشكل كبير قوي. خامس نوع من أنواع الصناعة، الصناعات الخشبية. زي ما انتم شايفين في الصورة ده صورة كرسي من كراسي الملوك، وفي الغالب هو كرسي الملك توت عنخ آمون. المصري القديم للأسف ما كانش عنده خشب كتير في مصر، مصر دولة صحراوية في الغالب، فكان محتاج ان هو يشتري الخشب ده من بره ويستورده. عشان كده بنلاقي اشهر حد استورد خشب من بره الملك سنفرو اللي هو مؤسس الاسرة الرابعة في الدولة القديمة. ده بعت رحلة لبلاد فينيقيا اللي هي دلوقتي لبنان يستورد من عندهم خشب الارز. مش بس كده، احنا رحنا كمان بلاد افريقيا زي بلاد النوبة اللي هي شمال السودان وبلاد بونت اللي هي الصومال، اشترينا من عندهم انواع كتيرة قوي من الخشب زي خشب الابانوس وغيرها. طب احنا بنشتري الخشب ده ليه؟ زي ما قلت لك لانه مش متوفر عندنا. طب انت بتشتريه ليه برضو؟ انا بشتريه عشان انا محتاجه في صناعات كتير، انا محتاج اصنع بيه السفن اللي هستخدمها في التجاره، اصنع بيه الاساس زي ما انتم شايفين كده الكراسي والاسره والحاجات بتاعتي، اصنع بيه التوابيت، التوابيت اللي كانت بتتصنع من حجاره، الحجاره تقيله قوي، ايه رايكم نخفها ونصنعها من الخشب، اصنع بيه الابواب. عشان كده المصري القديم صنع حاجات كتيرة قوي من الخشب زي السفن والأساس والتوابيت والأبواب. طبعا لأن مصر لا تمتلك الأخشاب والغابات، مصر قامت باستيراد هذه الأخشاب من الخارج. أما عن سادس الصناعة معانا هي الصناعات اللي بتقوم على ورق البردي، أو عفوا على نبات البردي. نبات البردي يا أحبائي ده نبات يشبه القصب كده، بيتقشر وليه قلب. النبات ده مصر الوحيدة اللي بتتميز بيه زي ما انتوا شايفين في الصورة كده. النبات ده بيستخدم في العديد من الصناعات، نبات متعدد الأغراض والاستخدامات. أشهر صناعة قامت على النبات ده هي صناعة الورق اللي هو ورق البردي اللي احنا خدناه في البرديات، الورق اللي اتكتب عليه البرديات المهمة. ده ورق كان بيتجاب القلب بتاع البردي وكان يتقطع في صورة شرايح، والشرايح تتضفر مع بعض وتدخل
تتحط بين حجرين تتعصر ويسيبوها لغاية لما تنشف وتطلع ورقة مشهورة جدا بتتباع قدام المتاحف في القاهرة. عشان كده بيقولك إن أهم صناعة هي صناعة الورق. مش بس كده، خدوا أعواد البردي وهي لينة في البداية وابتدوا يعملوها على شكل قوارب، مراكب، بقت مراكب خفيفة، ويبتدي يطليها من بره وخدت شكل المركب. يبقى كده كمان حتى المراكب الصغيرة كانت تتصنع من البردي. بالإضافة كانوا بياخدوا القشر بتاعه الناشف ويتعمل منه السلال زي السبت اللي بنستخدمه في بيوتنا، وكان بيستخدم زمان في بيوت الفلاحين وموجود لغاية دلوقتي احنا بنستخدمه مش بنستغنى عنه. بالإضافة كان تقريبا بيستخدموا برضو البردي في صناعة الحبال، تقريبا في زي ليف، الليف ده كان بيتاخد يتضفر يتعمل منه حبل. بالإضافة كمان كانوا بيستخدموه في صناعة الحصير، ياخدوا القشر برضو ويتضفر ويتعمل زي حصيرة. زمان ما كانش فيه سجاد، فكان بيصنعوا الحصير من قشر البردي، وكانوا بيصنعوا منه الفرش وزي ما اتكلمنا الورق وغيرها. عشان كده يا أحبائي كمان بنلاقي إن مصر هي أول دولة صنعت الورق في العالم. منين؟ من نبات البردي، لغاية لما الصين بعد كده هتعمل الورق اللي هو من القطن اللي احنا بنستخدمه دلوقتي وبنكتب عليه. ده بالنسبة للصناعات القائمة على نبات البردي. يبقى نبات البردي دليل على يعني على تنوع الصناعة في مصر، النبات اللي هو خلى المصريين ينجحوا ان هم يستخدموا النبات ده في عديد من الاستخدامات، ما اقتصرش على حاجة واحدة. سبع صناعة معانا وهي قبل أخيرة صناعة الغزل والنسيج. المصري القديم ابتدى يتعلم الغزل والنسيج باستخدام المغازل، ودي كانت عملية بتستخدمها النساء وكانت موجودة لغاية وقت قريب، اللي هو الغزل اليدوي. طب ايه الحاجات اللي بيحولها لقماش او بيحولها لمنسوجات؟ كان بيستخدم نبات الكتان. النبات ده ما كانش فيه القطن معروف لغايه دلوقتي، فكانوا بيستخدموا نبات الكتان، كانوا بيصنعوا منه الملابس بتاعتهم بالاضافه للاصواف بتاعه الاغنام او الحرير اللي كانوا بيستوردوه من بلاد سوريا، لان برضو ما كانش عندنا حرير. والنساء هم اللي كانوا بيقوموا عمليه الغزل دي على حاجه كده عامله زي مربع خشب، برواز خشب بيبقى فيه ما بينه خيوط، ويبتدي بقى هو ينسج ما بين الخيوط ويحولها لقماش او انسجه. ده كانوا بيسموه النول اليدوي. ده بالنسبة لعملية الغزل والنسيج اللي برضو كانت تعتبر هي من أهم مهام المرأة ومن أهم الصناعات اللي بتقوم بها المرأة في مصر القديمة. عن آخر صناعة اللي هي الصناعة التامنة اللي هي الصناعات الجلدية، صناعة الجلود في مصر القديمة. المصر القديم كان مشهور بفن الدباغة. الدباغة يعني أنت بتاخد جلد الحيوان، بيبتدوا ياخدوا الجلد ده يبتدوا يحطوا له كميات كبيره من الملح، بحيث ان الملح ده يخليه ينزل الميه اللي فيه وينشف، ويبتدوا بقى يشيلوا الشعر اللي فيه، او يعني مثلا يعملوا عليه مثلا تنعيم وحاجات زي كده ويخلي شكل الجلد ده شكله كويس. يعني مثلا ممكن يشيل الشعر ويتحول لجلد، تقدر تستخدم الجلد في حاجات كتير زي ما انت شايف قدامك كده في الصور. ممكن تستخدمه في صناعه الاحذيه او في المقاعد، اللي هي يعني انت دلوقتي مثلا تلاقي عندك كرسي في البيت مثلا، الكرسي ده مفروش جلد، فهم كان برضو نفس القصة عند الفراعنة في المقاعد أو أغطية الوسائد المخدات. ما كانش عندهم قطنة أو فايبر زي دلوقتي، فكان مثلا يجيب قش يعمل مخدة من الجلد ويحشيها بالقش ويقفلها. أو أرضية العربات، العربات أو اللي هي زي العجل الحربية أو العربيات اللي هي كان عندهم طبعا الكارو في الوقت ده، كان بيفرشها طبعا عشان يقدر يقعد عليها فرش مثلا جلد بتاعة خروف أو بقرة بشكلها شيك. احنا حتى دلوقتي تلاقي مثلا ممكن في الديكور انت بدل ما تجيب سجادة بيجيبوا مثلا جلدة البقرة بشكلها الجميل ده، مغسوله ومتنظفه وبتبقى غاليه جدا ثمنها، وبنشوفها في الناس اللي هم بيعملوا ديكورات عاليه في بيوتهم، بتشوف الكلام ده كله. كمان استخدموها في صناعه قرب الميه. زمان ما كانش في حنفيات، فكان بيعدي واحد اسمه السقه، السقه ده بيجي يجيب الميه عندك في البيت يحطها لك في الزير عندك. فالقله دي او عفوا ال- 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 القربه دي كانت بتتصنع من جلد الحيوان، يجيب مثلا زي خروف او معزه بعد ما تتذبح وتتسلخ ياخد الجلد بتاعها ويخيطه ويبقى يعملها زي شنطة كده وليها فتحة يملأ بها المية ومن خلالها يصب المية للناس في بيوتها. ده بالنسبة للصناعات في مصر القديمة. اتعرفنا على أنواع الصناعات، 8 صناعات، وبكده نكون اتكلمنا على موضوعين مهمين في درسنا، الزراعة والصناعة. فاضل الموضوع الثالث، التجارة. تعالوا نتعرف عليه في الجزء اللي جاي. آخر موضوع معانا يا أحبائي يخص الحياة الاقتصادية، الركن الثالث من الاقتصاد اللي هو بيتمثل في التجارة. التجارة في مصر القديم كانت مزدهرة جدا بحكم زي ما اتكلمنا في أول درسنا، بحكم موقع مصر الجغرافي. موقع مصر في وسط العالم وموقعها على بحرين الأحمر المتوسط خلاها سهلة الاتصال بكل الدول المجاورة. ونجحت مصر بسبب موقعها انها تعمل علاقات اقتصادية وتجارية مع كل البلاد. يعني هنشوف الكلام ده امثلة ان احنا عملنا علاقات تجارية مع بلاد ليبيا وبلاد النوبة تحتنا والصومال وبلاد العرب وبلاد البحر المتوسط زي بلاد جزر كريت وقبرص اللي هم الاوروبيين، وزي بلاد الشام وغيرها قوي من البلاد دي.
اول حاجه نتكلم عنها في التجاره وسائل النقل. وسائل النقل هي روح التجاره. ليه؟ هي اللي بتنقل البضائع من مكان للتاني. المصري القديم استخدم انواع كتيره من وسائل النقل. طبعا معروف وسائل النقل 3 انواع: نقل نهري من خلال الانهار، او نقل بحري من خلال البحر، او نقل بري. طبعا ما كانش في نقل جو في الوقت ده، ما كانوش لسه يعرفوا الطيارات. تعدد وسائل النقل يا احبائي ما بين الانهار والبحار والارض البريه خلى التجاره تزدهر في مصر القديمه، التجاره الداخليه والخارجيه. ليه؟ انت عندك طريق بري وعندك وسائل نقل بريه، فاذا هتقدر تتاجر داخل بلدك، وعندك نهر النيل رابط مصر، فالتجاره الداخليه تنشط. عندك سفن تقدر تستخدمها، وعندك بحار يوصلك البلاد التانية تستخدم فيها السفن، فانت تجارتك هتزدهر مع كل البلاد. يبقى التجارة ازدهرت طبعا بسبب الموقع اساسا، دي التجارة الخارجية، لكن التجارة الداخلية والخارجية ازدهروا بسبب توفر وسائل النقل. اول نوع من انواع وسائل النقل، وده يمكن كان الاهم عند المصريين القدماء، النقل النهري من خلال المراكب الخفيفة زي ما احنا شايفين في الصورة كده، اللي هي بتنقل البضائع من الشمال والجنوب والعكس. وده طبعا اتكلمنا عليه في الدرس الاول، نهر النيل خلى المصريين يقربوا من بعض وساعد على الوحدة من خلال التبادل التجاري ما بينهم. تاني نوع من انواع النقل، النقل البحري، وده كان بيتم من خلال سفن كبيرة بتتصنع من الخشب بتعدي البحار، ودي كانت من الاسباب اللي عملت اتصال حضاري مع الدول التانية. وشفنا يمكن ملك سنفرو بعت استورد حاجات من بره، والملكة حتشبسوت بعت استوردت حاجات من بلاد بونت. ثالث نوع من انواع النقل والنقل البري. النقل البري احبائي ابتدى في الاول ان هم كانوا بينقلوا على الدواب. كلمه دواب جمع كلمه دابه، اي ما يدب على الارض باربعه ارجل فهو دابه، يعني الحيوانات. دواب النقل الحيوانات كانوا بيستخدموها في النقل في الاول، يحطوا على الحيوانات الحاجه بتاعتهم وينقلها من مكان للتاني. بعد كده اتطورت، ابتدى يعمل زي زحافه، زي حته خشبه كده بتبقى مفروده في الارض، يعلق فيها احبال ويربطها في الحيوان ويحط عليها الحجاره ويحط عليها اي حاجه وتزحف الحيوانات وتجر الحاجات دي. دي اسمها زحافات تجرها الثيران. اتطورت الدنيا لغايه لما وصلنا لعصر الدوله الحديثه، واكتشفوا كان بقى قمه التكنولوجيا المركبات التي تجرها الخيول، اللي هي فكره العربيه الكارو زي اللي احنا شايفينها كده في الصوره. بقى فيه الحصان يعلق فيه عربيه ويستخدمها كوسيله نقل، طبعا كانت احدث وسائل النقل في الوقت ده. كده احنا اتكلمنا على اهم وسائل النقل. تعالوا نتفرج على موضوع تاني يخص الدوله أو يخص الصناعة في الدولة المصرية القديمة، وهو دور الدولة في تنمية التجارة. أنا بعتذر، أنا قلت تنمية الصناعة، لا، هي دور الدولة في تنمية التجارة. الموضوع بيخص التجارة مش الصناعة. الدولة عملت إيه في التجارة؟ ملوك مصر القديمة الفرعونية اهتموا بتنمية التجارة في مصر بشكل كبير قوي. اهتموا بيه إزاي؟ من خلال 5 نقط هنتكلم عنهم دلوقتي. أول نقطة، المصريين اهتموا بتحسين حدود البلاد. المصري القديم جه عند الحدود بتاعته وابتدى يبني قلاع وحصون. القلاع والحصون دي ايه فايدتها؟ احمي الدولة بتاعتي. مثلا ممكن كانوا بيدخلوا مصر بتتعرض لهجمات من البدو بتوع الصحاري والدنيا دي، هجموا التجارة. فبنلاقي المصري القديم جه عند الاماكن الحدودية وابتدى يبني قلاع وحصون عشان يأمن ويسهل طريق التجارة الخارجية بتاعته، سواء اللي داخل مصر او خارجها يقدر يحميه ويقبض على الناس دول اللي هم بيهاجموا التجارة. مش بس كده، مصر القديمة اهتمت بإنشاء إدارات زي مصالح حكومية خاصة بالتجارة، زي مثلا إدارة للمحاسبة، حد يقدر يحسب لك أنت بتبيع إيه وبتشتري إيه، وإدارة للجمارك، البضائع اللي داخلة مصر لازم ناخد عليها جمارك عشان كده مصر تكسب من البضائع الخارجية، إدارة التجارة الخارجية خاصة برضو بشؤون التجارة الخارجية، وإدارة القوافل التجارية، القوافل اللي هم الناس اللي هيسافروا يتاجروا في بلاد تانية، الدولة على علم بيهم وبتحدد القوافل دي هتسافر إمتى وهتيجي إمتى ومين هيسافر وكم واحد وجايبة إيه ورايحة بإيه. يبقى كده الدولة اهتمت بالتحصين وتأمين التجارة، واهتمت كمان بإنشاء إدارات للتجارة في مصر. مش بس كده، ملوك مصر اهتموا بإقامة مشاريع تخلي التجارة تزدهر، أشهرهم الملك سنوسرت الثالث من ملوك الدولة الوسطى. يمكن احنا اتكلمنا في الزراعة، كان ملك شهير جدا الملك امنمحات الثالث اهتموا بالزراعة، وطبعا كان فيه ملك تاني اسمه امنمحات الأول اهتموا بالزراعة، اتكلمنا عليه في الدرس الأول. النهاردة برضو معانا ملك ثالث اللي هو الملك سنوسرت الثالث، أعظم الملوك في المجال الاقتصادي. الراجل ده عمل مشروع اقتصادي مهم، هو مش مشروع واحد، هما مشروعين. اول مشروع اسمه مشروع قناة الجندل الاول. الجندل يا احبائي زي ما اتكلمنا في الدرس الاول، هو اتكلمنا في الدرس الثالث في الوحدة الاولى، الجندل ده عبارة عن كتلة صخرية جبل صغنن بيقطع مجرى النهر. تلاقي النهر ماشي وطلع له قمة جبلية بتعطل مرور المية، فتلاقي المية تلف حوالين الجندل. اللفه بتاعه الميه حوالين الجندل عملت كيرف، عملت زي قوس كده، السفينه صعب تعدي فيه. طيب سنوسرت الثالث عايز ينشط التجاره بين مصر والنوبه. الجندل الاول ده كان موجود في اسوان في جنوب مصر، يعني بيفصل
مصر عن السودان والنوبة. يجي الملك سرسرت التالت يروح جاي في الجندل ده في النص ويروح كسره نصين ويحفر الجندل في النص ويخلي الجندل ده يبقى ليه مجرى زي مجرى النيل ويوصل مية النيل بين الجندل ده. يبقى هو الراجل ده سنسرت التالت شق مجرى او شق الجندل الاول وخلاه بقى مجرى من مجرى النيل، وده سهل عملية التجارة مع بلاد النوبة. ده اول حاجة ذكية عملها واول مشروع سياسي يعني تجاري اقتصادي ذكي عمله. تاني مشروع عمله اللي هو بيتمثل عندنا في النقطة 4 شق قناة اسمها سيزوستريس. زمان يا احبائي قبل قناة السويس كان في قناة عملها الفراعنة واتبنت او اتحفرت كذا مرة اسمها قناة سيزوستريس. زي ما انت شايف كده قدامك في الخريطة ده الفرع بتاع اللي هو خليج السويس. احنا مصر معروفة على البحر الاحمر في خليج العقبة على اليمين وخليج السويس على الشمال، ده اللي شايفينه، وفي الشمال في البحر المتوسط. عشان ينشط التجارة الخارجية ابتدى يعمل قناة تربط البحر الأحمر بالمتوسط عن طريق نهر النيل. يعني حفر حفرة طويلة امتدت من خليج السويس عن طريق بحيرات فوق الخليج اسمها البحيرات المرة، وابتدى يوصلها بنهر النيل. فبقت السفينة تعدي من البحر الأحمر لنهر النيل وتكمل في فرع دمياط أو رشيد وتدخل البحر المتوسط، والعكس يجوا من البحر المتوسط يجوا من الفروع بتاع دمياط ورشيد ويدخل على نهر النيل وعلى قناة سيزوستريس ويروحوا البحر الأحمر. الكلام ده ساعد مصر في ايه؟ ربط طبعا البحر الاحمر بالمتوسط من خلال نهر النيل، فنشطت التجاره الخارجيه. بقينا التجاره بتطلع من جوه مصر تروح مع بلاد البحر المتوسط زي كريت وقبرص وطبعا بلاد فلسطين وغيرها. ده دور الدوله في تنميه التجاره في مصر بالتحديد التجاره الخارجيه. تعالوا دلوقتي نشوف مثلا اداره التجاره الداخليه جوه مصر. الاداره بتاعه التجاره من الداخل كانت بتلزم وجود العديد من القوانين، عشان كده بنلاقي الملوك حطوا قوانين صارمه لضبط الأسواق وحمايتها. يعني اللي يغش في الموازين كان ممكن يتعاقب، وحطت عقوبات صارمة للتلاعب في الأسواق. عشان كده بيقول لك الدولة ما اكتفتش بنصائح الحكماء. يعني كان في ناس حكيمة بتقول كلام وتنصح الشعب ما تسرقش ما تعملش ما تغشش في الميزان، لا، لقينا الدولة حطت قوانين فيها عقوبات، ما اكتفتش بالنصائح، لا، ده حطت عقوبات رادعة لأي حد هيفكر يسيء في التجارة أو يخل بالأمانة وشرف هذه المهنة اللي هي التجارة. كده اتكلمنا على دور الدولة في تنمية التجارة. تعالوا دلوقتي نروح للجزء الثالث في التجارة، هنتكلم على التجارة الداخلية. النقطة الثالثة في الجزء بتاع التجارة نتكلم على التجارة الداخلية. التجارة الداخلية هي التجارة بين القرى والمدن، ودي كانت نشيطة جدا. التجارة داخل مصر ازدهرت جدا، وده بحكم وجود نهر النيل ووجود وسائل النقل. عشان كده بنلاقي بيقول لي نشط التجارة بين المدن المصرية والقرى، وقامت الأسواق في القرى والمدن مختلفة. لسه دلوقتي احنا مثلا تلاقي في بلادنا بالذات في القرى اكتر تلاقي مثلا يوم بيتعمل فيه سوق، يعني بلد يقول لك ده فيه سوق التلات، مش عارف سوق الجمعة، سوق السبت، سوق الاربع. دي كلها أماكن بيتجمع فيها الناس التجار كل أسبوع، يروح بلد شكل يبتدي أو يعني كل يوم في بلد يبتدي يتاجر فيها. الفكرة دي من أيام المصريين القدماء. طيب بالنسبة للتجارة الداخلية، إيه العملة اللي كان بيتعامل بيها المصري القديم؟ إحنا اتفقنا المصري القديم ما كانش عنده عملة، ما كانش عنده كوينز يتعامل بيها، عشان كده ما أقدرش أقول أن من مصادر دراسة الحضارة المصرية القديمة العملة. أقول له لا، ما كانش عندهم عملة. أمال كانوا بيتبادلوا تبادل التجاري إزاي؟ هقول له والله من خلال المقايضة. التبادل، تبادل سلعة بسلعة، تاخد انت مثلا شكارة رز او شوال رز مقابل كده مثلا تديني شوال قمح لما تزرع وهكذا. فكانت المقايضة هي اساس التعامل التجاري بين التجار، وكانت طبعا بتعتمد على الثقة والامانة ما بين التجار. بالاضافة ان كان برضو بيقود المعاملات التجارية الامانة والحكم بتاعت الحكماء. يعني كان في حكماء كتير زي حكيم اسمه اني وحكيم تاني اسمه بتاح. الناس دول كانوا بينصحوا الناس والتجار ان هم لازم تتعاملوا في التجارة بامانة واخلاق. ده بالنسبة للتجارة الداخلية. اما النقطة الرابعة بتتكلم على التجارة الخارجية بين مصر والدول التانية. مصر زي ما قلنا يا احبائي بسبب موقعها على البحرين الاحمر المتوسط، موقعها المتميز، ابتدت تسافر لكل البلاد المحيطة بيها والتاجر معهم. يعني مثال هنشوف مثلا بلاد الشام اللي هي فينيقيا اللي هي بلاد شرق البحر المتوسط. اول حد تاجر معاهم كان في عصر الدولة القديمة الملك سنفرو اللي اتكلمنا عنه كتير وهنتكلم عنه تاني. الملك ده بعت رحلة لفينيقيا مكونة من 40 سفينة تستورد من عندهم خشب الارز، لان احنا ما كانش عندنا خشب. من البلاد التانية اللي تاجرنا معاها بلاد غرب مصر اللي هي دولة ليبيا، ودي كنا بنستورد من عندها الزيوت، لان احنا برضو ما كانش عندنا انواع كتير من المحاصيل نبتدي ننتج منها زيوت زي الزيتون، وبالاضافة كنا بنستورد من عندهم الماشية الابقار.
بالاضافه ان احنا تاجرنا مع بلاد النوبه في الجنوب وبلاد بونط في جنوب مصر برضو اللي هي عند البحر الاحمر اللي هي بلاد الصومال، ودول هنتعرف عليهم بشيء من التفصيل كمان شويه. احنا كده اتكلمنا على التجارة الخارجية تقريبا. برضو في الدولة القديمة شفنا اشهر حد تاجر في التجارة او يعني مع الدول التانية التجارة الخارجية كان الملك سنفرو. تعالوا نشوف مثلا التجارة الخارجية في عصر الدولة الحديثة. ازدهرت التجارة الخارجية في عصر الدولة الحديثة، ويقول لي شهدت مصر طفرة حضارية وتجارية غير مسبوقة مع بداية عصر الدولة الحديثة. ايه ده؟ هو عصر الدولة الحديثة كان ايه؟ قال لك عصر الذروة في التجارة الخارجية. اشمعنى؟ قال لك لان في الدوله الحديثه زي ما شفنا وهنشوف في الحياه العسكريه، مصر هتبقى امبراطوريه، مصر هتسيطر على بلاد النوبه وتوصل لغايه بلاد العراق في شمال شرق مصر، هتاخد الشام والعراق ولغايه الحدود مع تركيا، فبقت كلها دي املاك مصريه، فالتجاره بقت بتدخل ما بين البلاد، التجاره الخارجيه ازدهرت جدا. عشان كده بيقول لك اصبحت مصر امبراطوريه كبيره، يبقى التوسع العسكري فاد مصر اقتصاديا لدرجه ان هي برضو مصر كانت مسيطره على جزر البحر المتوسط، فالتجاره وصلت لغايه هناك. تمر الأيام ويسقط عصر الدولة الحديثة، وبندخل في عصر الضعف اللي هو عصر المتأخر. العصر ده بالرغم من التدهور مصر شهدت عصر نهضة في عهد الأسرة 26 اللي حكامها كانوا مصريين، بالتحديد تاني حاكم اللي هو الملك نخاو الثاني. الملك ده كان ملك مهتم بالناحية الاقتصادية والتجارة بالتحديد. الملك ده اللي هو كان تاني ملك في الأسرة 26 اهتم بتنشيط التجارة الخارجية. ازاي؟ ابتدى يمهد الطرق البرية وكمان اهتم بالطرق البحرية. عشان كده لقينا الملك ده زي ما اهتم بالطرق البرية ابتدى يدور على طرق بحرية جديدة. زي ايه مثلا؟ هنلاقي الملك ده اعاد حفر قناة سيزوستريس اللي هي القناة اللي اتردمت، هو اعاد حفرها. بالاضافة ان الملك ده حب يعمل رحلة تجارية يكتشف طريق تجاري جديد. اكتشف ايه؟ اكتشف اللي هو الطريق المعروف دلوقتي حديثا باسم طريق رأس الرجاء الصالح. الملك نخاو سمع ان اشطر ناس في اعمال البحرية هم الفينيقيين، فراح جاب بحارة فينيقيين واتفق معهم اتفاق، انتوا هتكتشفوا لي طريق جديد وهتلفوا لي حوالين قارة افريقيا وتشوفوا لي ايه البلاد والاسواق الجديدة اللي موجودة. فعلا بعد بحارة فينيقيين خرجوا من خليج السويس من منطقة الاوديسا، وفضلوا ماشيين من السويس على البحر الاحمر، خدوا البحر الاحمر وعدوه ودخل على المحيط الهندي، بعد كده المحيط الاطلنطي، ورجعوا تاني من مضيق جبل طارق لغايه ما دخلوا على البحر المتوسط شمالا، ورجعوا لغايه مصر. الرحله دي قعدت 3 سنين. في الثلاث سنين دول رجعوا كل بلد يروحوها يبتدوا يشوفوا الاسواق بيبيعوا ايه ومحتاجين ايه، ورجعوا جابوا هدايا كتير للملك ده. فالملك نخاو عرف الاسواق بتاعه البلاد دي محتاجه ايه، هم عندهم ايه محتاجينه نقدر نصدره لهم من عندنا، ايه احنا ناقصنا نقدر نشتري من عندهم. فبكده يكون نشط التجارة الخارجية بسبب الرحالة الفينيقيين. يبقى هنا كان في دور للتواصل الحضاري في المجال التجاري بين مصر وفينيقيا، لعب دور مهم قوي في نشاط التجارة الخارجية في العصر المتأخر. ودلوقتي وصلنا لاخر جزء في موضوع درسنا النهاردة، هنتكلم على فكرة بقى التواصل الاقتصادي بين مصر ودول افريقيا. احنا اتكلمنا على الحالة الاقتصادية في مصر القديمة وازاي ازدهرت في مجال الزراعة والصناعة والتجارة. تعالوا نتفرج على العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول المجاورة، بالتحديد دول افريقيا. يمكن احنا في الجنوب من مصر في بلاد النوبة. النوبة دي اللي هي احبائي شمال السودان، دي كانت اكتر المناطق اللي هي احنا على تواصل اقتصادي معاها. يعني مثلا كانت مصر بتصدر للنوبة المصنوعات النحاسية، احنا كنا شاطرين في الحاجات المعدنية زي النحاس والاسلحة والمنسوجات اللي هي خاصة المنسوجات الكتانية. بالاضافة ان احنا زي ما كنا بنصدر الحاجات دي كنا بنستورد حاجات احنا محتاجينها مش موجودة عندنا، زي مثلا اشجار او اعواد البخور والعطور ومواد التحنيط، كل دي حاجات نادرة بتبقى محتاجة اعشاب حارة فكنا بنجيبها من مناطق النوبة، والكروم اللي هو العنب والزيوت وخشب الابانوس والعاج، العاج اللي هو سن الفيل والذهب. يعني الحاجات دي كلها كنا بنستوردها من عند مين؟ من عند النوبة. النقطة اللي كنا بنلتقي بيها مصر مع النوبة هي مدينة أسوان، لأن أسوان دي آخر مدينة في جنوب مصر، بعدها بندخل على السودان أو النوبة. وخلي بالكم أحبائي معنى كلمة أسوان هي بالفرعونية أو بالمصرية القديمة تعني السوق، وسموها السوق لأن هي كانت المركز التجاري، الملتقى التجاري بين مصر والنوبة، كانوا التجار بيتقابلوا فيها، فكانت مركز تجاري كبير لأن بحكم موقعها بين مصر والنوبة. ده بالنسبة للتواصل الاقتصادي. كمان في التواصل الاقتصادي لقينا المنتجات والصناعات النوبية ابتدت تتأثر بالصناعات المصرية، يعني زي مثلا القماش،
الاقمشه بتاعتهم بقت تبقى شبه الصناعات المصريه. مش بس كده، ابتدوا يستعملوا الخرز. انت لو شفت اللبس الفرعوني هتلاقيهم كانوا بيستعملوا الخرز كتير قوي في لبسهم، فنلاقي النوبيين اتاثروا بينا وابتدوا ياخدوا الخرز. يبقى حتى منتجاتهم بعد كده الصناعيه ابتدت تتاثر بينا اقتصاديا من خلال الناحيه الفنيه بتاعتنا. مش بس كده، لقينا اقدم تواصل مع بلاد النوبه كان في الدوله القديمه. في الدوله الايه؟ الدوله القديمه بالتحديد الاسره السادسه. من اشهر الرحاله، الناس اللي كانوا بيسافروا للبلاد دي، كان رحاله اسمه حرخوف. حرخوف ده كان رئيس البعثات اللي كانت بتخرج في الأسرة السادسة في الدولة القديمة، يعتبر ده أعظم رحالة الدولة القديمة. المين؟ حرخوف. ده كان واحد من الموظفين الكبار، وكان دايما الملوك بيبعتوه في الرحلات التجارية، بيبقى هو رئيس البعثة دي. بكده نكون اتكلمنا على التواصل الاقتصادي من مصر وبلاد النوبة. تعالوا دلوقتي نتكلم على موضوع تاني برضو يخص التواصل الاقتصادي، بس مع بلاد بونت اللي هي بلاد الصومال. التواصل الاقتصادي مع بلاد بونتو والصومال اتكلمنا عنه قبل كده، وده كان في ايام الملكة حتشبسوت اللي هو عصر الدولة الحديثة. عشان كده بيقول لي احنا اتكلمنا برضو في التجارة الخارجية ان عصر الدولة الحديثة كان مصر وصلت فيه انها تبقى امبراطورية، فنشطت جدا التجارة الخارجية. ايام الملكة حتشبسوت راحت لبلاد بونت اللي هي بلاد الصومال. عشان كده بيقول لي بلغت العلاقات المصرية الافريقية ذروتها في عصر الدولة الحديثة. هقول له ايوه، هقول له ايوه. الدلالة على كده الملكة حتشبسوت سنة 1495 قبل الميلاد بعتت رحلة بحرية مكونة من 5 سفن لبلاد بونت. الرحلة دي متمثلة ومرسومة على منحوتة على معبد الدير البحري او معبد الملكة حتشبسوت اللي موجود في الاقصر. ودي الرحلة دي رجعت من هناك محملة بكل الخيرات من افريقيا، يعني جت مثلا جايبة اخشاب الابانوس زي اللي كنا بنجيبها من النوبة، والعاج والبخور اللي هي الحاجات اللي مش موجودة في مصر. بالإضافة أنه هو جاب معاه محاصيل نادرة، حاجات ما بتتزرعش في مصر، وجاب معاه برضو عطور وحيوانات نادرة زي الزرافة والقرد والفهود وحاجات غيرها كتير قوي. ده بالنسبة للتواصل الاقتصادي مع بلاد بونت وبلاد النوبة. وفي النهاية نكون خلصنا كلامنا على الحياة الاقتصادية في مصر القديمة، واتكلمنا على الزراعة والصناعة والتجارة والتواصل الاقتصادي بين مصر والدول الأفريقية. استنوني في الدرس الجاي، هنتكلم مع بعض في درسنا الثالث على الحياة السياسية والإدارية، ونشوف الحضارة المصرية في الجانب السياسي كانت عاملة ازاي. لسه كلامنا ما انتهاش، هنتابع مع بعض الحياة المصرية القديمة في اكتر من درس كمان جايين. تحياتي ليكو، ونصيحتي ان احنا نكمل مذاكرة وما نسيبش مذاكرتنا، ونحاول نتدرب كتير ونحل اسئلة كتير، وان شاء الله ربنا يوفقكم. أمنياتي ليكوا بالنجاح والتوفيق. كان معاكم مستر مينا سعد، وليكوا مني جزيل الشكر. سلام.